بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن موجودين في قلب مدينة حمص، انظروا إلى هذه القذيفة التي لن تفجر. طبعا إن قذائفكم لن تقتلنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقبلنا بالشهادة ويعزنا بالشهادة ويرفعنا إلى عنده. يوجد قذيفة أخرى قد فجرت، انظروا ما الذي جرى لنا. أثار القصف الأكثر القذيفة الأخرى. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا لو ان هذه القذيفة قد اتت فوق احد الاطفال او احد النساء، ما الذي سوف يجري له؟ الا سوف يصبح اشلاء؟